وين بروح؟ شكرا لك فجر، شكرا لك ضاري. طبعا مشاهدينا الكرام راح نتكلم، راح ننتقل وياكم الى زميلنا فهد التركيور اللي راح يتكلم عن بيت العائله اللي يوفر للنزلاء السجن المركزي مكان ملائم يلتقي فيه السجين مع افراد عائلته بخصوصيه تامه خلال فتره العقوبه، تحقيقا لصحه السجين النفسيه وايضا تطبيق للمعايير الانسانيه والمعاهدات الدوليه. فهد يا ريت تقول لنا شنو الجديد اللي عندك. اول شيء صبحك الخير. صبحك الله بالخير نجيب، صباح الخير فجر، صباح الخير نوف، تحية لكم ولبرنامج إشراقة كويتية من قناة الأخبار. فعلا الإنجازات الإنسانية تتوالى في دولة الكويت، لا تقتصر فقط على الدور الخارجي، إنما في دولة الكويت تتكرس الإنسانية في بلد الإنسانية من خلال جهود كبرى تبذل من قبل وزارة الداخلية في جانب، ممثلة في المؤسسات الإصلاحية ومؤسسات المجتمع المدني في الجانب الآخر، ممثلة في جمعية الإصلاح الاجتماعي وتحديدا جمعية نماء الخيرية، والتي حرصت بالتعاون مع قطاع المؤسسات الإصلاحية في تجهيز بيت العائلة من جديد ليكون ملاذا آمنا وموقعا مهما للقاء السجناء بأسرهم وأبنائهم من بوابة جمعية نماء الخيرية، والتي ساهمت مساهمة كبيرة بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية في تكريس الدور الإنساني ولترابط الأسرة من خلال تواجد السجناء مع أسرهم في مكان مجهز بالكامل بالخدمات الفندقية من أجل استقرار الأسرة وتكريس الدور الإنساني لهذه المؤسسات الإصلاحية في دولة الكويت. سنلتقي بصورة أكبر ونوضح ماهية بيت العائلة في مجمع السجون في دولة الكويت من خلال اللقاء الذي سيجمعنا مع الدكتور خالد المذكور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في جانب ومدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد في الجانب الآخر، والبداية ستكون مع الدكتور خالد المذكور. صباحك الله بالخير دكتور، يعني ما شاء الله جهود رائدة لكم في جمعية الإصلاح الاجتماعي تحديدا في جمعية نماء الخيرية بتكريس الدور الإنساني وتماسك الأسرة من خلال هذا بيت العائلة الذي يضمن اللقاء الآمن للسجين مع أسرته. ماذا نقول بشأن هذا البيت والهدف منه في هذا الجانب سعادة الدكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. جمعية الإصلاح الاجتماعي وفق نظامها الأساسي أنها تدعو إلى توافق والتلاقي في المجتمع، وتمتد كذلك إلى كثير من المؤسسات الحكومية، تعاون تعاضد في هذا الأمر. وذراعها الخيري هو لجنة نماء الخيرية التي قامت ب يعني هذا التجديد بيت العائلة، وقامت بجهود كبيرة مادية في مد ما يتعلق بالتعاون يعني مع المؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية. ولا شك أن كذلك من ضمن يعني أهدافنا في جمعية الإصلاح الاجتماعي تثقيف تعليم ويعني بذل الجهود للمسجونين ولعائلاتهم، وهذا دليل على أن المسجون إنما يوفر له جميع ما يتعلق بإصلاحه والصلة القائمة بينه وبين أهله، وتوفير هذه المسألة يجعله يطمئن إلى أنه في بيته وسمناه بيت العائلة. فهذا الجهد الذي بذلته لجنة ما الذراع الخيري لجمعية الإصلاح الاجتماعي إنما هو إن شاء الله جزء كبير في مؤسسات الدولة سواء في وزارة الداخلية أو في غيرها من الوزارات أو من اللقاءات الموجودة كذلك في وزارة الصحة، في وزارة التربية، في وزارة الشؤون والعمل، واللقاءات الموجودة مع الاتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، كل ذلك يقوم في سبيل النهوض بالكويت وتقدمها في جميع المجالات.
دكتور خالد المذكور، كل الشكر لكم، نتمنى لكم النجاح في هذا البيت يعني لتماسك واستقرار الأسرة إن شاء الله. جزاكم الله خير ومشكورين على هذا اللقاء. كل الشكر للدكتور خالد المذكور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي. وفي الجانب الآخر تبذل المؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية أيضا دورا كبيرا في سبيل تأكيد الحرص على هذا البيت وأهميته. سيكون الحديث أكثر إن شاء الله مع العميد فهد العبيد مدير عام المؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية. العميد فهد، كل الشكر لكم لتوفير يعني هذا المكان الآمن للقاء السجناء مع أسرهم. ماذا نقول بشأن تعاونكم مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تكريس الاهتمام في هذا البيت الجديد، وما هو دوركم يعني في تأمين الملاذ الآمن للسجناء وأسرهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا جميع هذه الجهود التي بذلت والتي تكافلت وتعاونت بتوصيات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف الصباح للتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية في توفير جميع ما يلزم السجناء. التعاون ليس حديثا ولكن قديم، تجدد في هذا العهد الحمد لله رب العالمين. ويمكن أول لمسات يمكن هذا اللي هو بيت الخلوة الشرعية، وفي مشاريع كثيرة راح تخدم السجناء إن شاء الله بشكل أكبر، وتعيشهم عيشة اجتماعية داخلية مطمئنة ترفع إلى مستواهم وتحسين سلوكياتهم لخروج العودة إلى المجتمع بصورة صحيحة وعناصر مثمرة إن شاء الله في هذا المجتمع. عبيد فهد، يعني كيفية يعني أو الآلية التي ستكون للقاء السجين مع أفراد أسرتهم من خلال بيت العائلة؟ هو عبارة عن راح يكون في تقديم الطلبات من قبل الزوج، أو إذا كانت زوجة موجودة في سجن النساء أنها ترغب في اللي هو مقابلة الزوج أو الزوجة حسب الشروط. إذا كان عنده حسن سير وسلوك ومنضبط حسب اللوائح والقوانين الموجودة عند السجن راح يحصل عليها. كل شهرين راح تدور عليه ويلا الدور مرة ثانية. شراطات أمنية بالنسبة حق الزائر أو الزائرة لها الزوج أو الزوجة، يجب أن يكون ما عليه أي اشتراطات أمنية موجودة في البلد، ها ممكن يزور في هذا المكان. طريقة الزيارة راح تكون عندنا فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 الظهر، والثانية من 2 الظهر إلى الساعة 6 مساء، بحيث أن نحتوي أكبر عدد ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى. عميد يا فهد، رسالتك الأخيرة لكافة السجناء في السجن المركزي وعلى طريق يعني إصلاحهم وتهذيب سلوكهم لي يعني يندمجوا يعني إن شاء الله بعد خروجهم إلى المجتمع من جديد ويكونوا أناس صالحين إن شاء الله. إحنا نتمنى من جميع السجناء الموجودين نرى وشي فكعوكم يا رب العالمين، ونتمنى أن يشاركون في جميع البرامج والأنشطة اللي موفرتها المؤسسات الإصلاحية والجمعيات المشاركة من وزارة الأوقاف ومن وزارة التربية ومن وزارة الشؤون. العمل متكاتف حكومي لأجل هؤلاء السجناء، فنتمنى أن من جميع السجناء يتجهون إلى هذه البرامج لتحسين مستواهم إن شاء الله، والقادم أفضل، والمشاريع إن شاء الله الجاية راح يكون أكبر. وإذا تسمحوا لي أقول بعض المشاريع الموجودة، يعني جزاهم الله خير وزارة الصحة حاليا ماشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى داخلي مستوى راقي وممتاز، كذلك إلى مبنى آخر من خلال تجهيز وزارة الصحة اللي هو التائبين ومعالجة الإدمان يسع إلى 500 شخص داخل السجن المركزي. كذلك عندنا جمعية الأسر المتعففة حاليا قاعد تجهز في مبنى أكبر من هالمبنى هذا اللي احنا فيه، يحتوي إلى 12 شقة وليست غرفة فندقية، 12 يعني تحتوي أسرة كاملة وليست زوجة لتأهيل المجموعة. وفي إن شاء الله مشاريع توسعة أكبر وأكبر إن شاء الله للسجون، ها لتوسيعة التصنيف وبناء المدارس الداخلية لوزارة التربية إن شاء الله. العميد فهد العبيد، كل الشكر لكم، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في كافة مشاريعكم من أجل يعني استقرار وتهذيب الكويت. شكرا لكم، مشكورين على التغطية وإظهار دور المؤسسات
الأخوان المدنيين اللي يشاركون معانا في العمل هذا، وألف شكر لجميع الجمعيات والمشاركين معنا. جزاهم الله خير. كل الشكر والتقدير للعميد فهد العبيد مدير عام المؤسسات الإصلاحية في وزارة الداخلية، والشكر أيضا موصول في الجانب الآخر إلى الدكتور خالد المذكور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، والشكر أيضا إلى كافة الجهات التي تحرص يعني على تهذيب سلوك السجناء في دولة الكويت من أجل أن يكونوا أناس صالحين بعد خروجهم بإذن الله ويندمجوا مع المجتمع. نعم نجيب، هذا كان المشهد من خلال قناة الأخبار وتحديدا برنامج شراغة كويتية، ونحن نتواجد في موقع الحدث في بيت العائلة في السجن المركزي. نتمنى السلامة للجميع.